اللي هو انت ازاي جايبه صوره حلوه وانت مش شايفاني. هو ربنا ما ادناش نعمه البصر بس ادانا نعمه بتساويها حاسه السمع، ادهالنا الاحساس نفسه. الكاميرا بالنسبه لي في كلمه واحده هي صاحبتي، وانا ليه اتصور بس ما اصورش الناس؟ بمسك الكاميرا وابدا اصور، صوت التريجر نفسه بحس انه بيخرج من جوايا طاقه سلبيه كتير جدا جدا جدا، مش سهله اي حاجه تخرجها. ربنا مخلينا كلنا زي بعض، ربنا قال ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ربنا ما خلاش حد اقل من حد. انا ليا اخت توام اتولدنا مكفوفين مفقدي البصر، طبعا الاسره كان ليها دور كبير معانا جدا في ان احنا نتعلم، وبالذات ماما هي اكتر حد تعب معانا. كان دايما المحيطين بينا يقولوا لها لا هتعلميهم ليه، هما مش بيعرفوا يعملوا حاجه اصلا، بلاش تعلميهم هتتعبي معاهم على الفاضي. بصراحه ما وقفتش عند ده وقررت انها تعلمنا. في المدرسه كنا بندرس بطريقه برايل، لو كان حد بيحب يستخدم اللابتوب فاللابتوب عندنا عليه سكرين ريدر بيقدر يساعدنا ان احنا نعرف كل حاجه مكتوبه على الشاشه. لحد ما خلصنا ثانوية عامة أنا وأختي الحمد لله، هي دخلت ألسن إيطالي وأنا دخلت أداب إعلام. أنا كنت بروح في فترة الجامعة كنت بروح واجي لوحدي، فكنت بتعرض لمواقف كتير في الشارع، يعني اللي هو مثلا انت ليه ماشيه لوحدك، ما فيش حد بيجي معاكي ليه؟ طب برضو في الجامعه كانوا زمايلي يشوفوني ماسكه الموبايل فيستغربوا، هما ما كانوش بيقولوا لي ان هما مستغربين بس انا كنت بلاحظ ده. هما كانوا بيبقوا عايزين يسألوني انت ازاي بتستخدمي الموبايل او انت ازاي بتستخدمي اللابتوب، لان انا كنت باخده وبكتب عليه في المحاضرات، فكان لازم ابدا اقول لهم ان انا عندي سكرين ريدر مثلا بيقرا على الموبايل وعندي سكرين ريدر بيقرا على اللاب، فده بالنسبه لي بيبقى سهل. في ناس كتير جدا ما عندهاش وعي ان الكفيف ده عايش حياته عادي. في البيت انا واختي يعني بنعمل كل حاجه زي ما اي حد بيعمل كل حاجه، بنعمل اكل عادي لوحدنا، يعني طبعا زي اي حد بيتعلم الاكل مثلا او حد يتعلم يكوي هدومه بيبقى حد في الاول معاه بيساعده سواء كان كفيف او لا، بيقول له اعمل كذا لا كده كذا غلط. انا كنت بحب التصوير جدا من وانا صغيره، يعني كنت بشوف الناس بتتصور فبفكر هم الناس بيتصوروا ليه، ايه الفكره من انهم يتصوروا اصلا؟ فانا لما فكرت شويه لقيت ان هم بيتصوروا بتبقى ذكريات، زي ما كل واحد بيحتفظ بذكريات بطريقته فهي الصوره بالنسبه لهم بتحتفظ بذكرى معينه. فانا قلت طب انا ليه ما اعملش ده، يعني ليه ما اصورش زي ما كل الناس بتصور، هو انا ليه اتصور بس ما اصورش الناس؟ فكنت باخد موبايل اي حد او موبايلي من الناس اللي في البيت وابدا اصورهم واقول لهم قولوا لي الصوره حلوه ولا وحشه، فكانوا يقولوا لي لا الصوره مهزوزه، انت واكله مثلا جزء من الراس شايلاه، لا الصوره فيها فوق كتير فاضي. فانا بدات افكر طب انا لو عايزه اتعلم تصوير هروح فين؟ يعني مفيش حد هيعلم تصوير لحد كفيف اصلا هيقول لك هو ازاي هيصور وهو مش شايف. سمعت عن استاذ خالد من جروب على الواتساب، يعني هو الجروب ده كان بيعمل كورسات مثلا دورات تدريبيه للمكفوفين، فانا اختي هي بصراحه اللي كانت على الجروب ده، كان استاذ خالد فريد موجود على الجروب وكان كاتب انه بيعلم المكفوفين تصوير، فهي جت قالت لي مش انت عايزه تتعلمي تصوير؟ خدي رقم استاذ خالد اهو وتواصلي معاه. طلبت منه ان انا عايزه احضر الورك شوب اللي بيعملها، وبدانا ان احنا نتعلم تصوير فوتوغرافي، ازاي نمسك الكاميرا، بدا يعلمنا ازاي نفتح الكاميرا، ازاي ندوس على التريجر، ازاي نستخدم الفلاش. اول سؤال بتساله انت ازاي مثلا بتصوري، ده كمان كنا بنواجهه كتير واحنا في النادي، لما استاذ خالد يجي حد من زمايله ف يقول له انا بعلم المكفوفين تصوير، فاللي هو كان بيسبهل كده انت ازاي بتعلمهم تصوير وهما مكفوفين. الفكره كلها قايمه على الصوت والسنس، انت سامعه صوت الشخص فعارفه هو واقف ولا قاعد، عارفه هو بيتحرك ولا ماشي. بيكون حد مثلا بيوصف لي المكان، هو ورا شجر، هو قاعد على يعني في مكان زي ما انا قاعده كده. اكتر حاجه بنقدر نحددها بالنسبه للاضاءه هي الشمس، احنا لو بنصور الصبح بنبقى عارفين اتجاه الشمس جاي منين بالسنس، يعني عشان انا حاسين بحراره الشمس فاحنا عارفين الشمس جايه منين. صورت ناس كتير اللي هو واحنا بناخد السيشنز بتاعتنا بيجوا ناس كتير بالصدفه معديين، فبعد ما كان بيبقى مستغرب ازاي هو مش شايفني بس صورني، بيفضل برده مزبهل اكتر لما الصوره بتطلع حلوه، اللي هو انت ازاي جايبه صوره حلوه وانت مش شايفاني.
معظمنا بيتحرك لوحده، فكل واحد فينا طبيعي بيتعرض لمواقف سخيفة في الشارع. الناس يعني مستغربة هو ازاي حد كفيف ماشي لوحده وازاي ما حدش معاه. استاذ خالد قال لنا طب ايه رأيكم لما نعمل فيلم هو احنا مش هنقول فيه، يعني مش قصدنا ان احنا نقول فيه المواقف اللي احنا بنتعرض لها قد ما قصدنا ان احنا نوعي الناس. انا قلت له بصراحة انا يعني مش بحب التمثيل قوي، مش عايزة اشارك في الفيلم. فقال لي خلاص انا خليكي تصوري. الحاجة الصعبة اللي واجهتني الفوكس، بس اللي هو انا بكون الشخص اللي انا بصوره ان فوكس، بس انا محتاجة قبل ما نصور شوت جديد حد يقول لي هو ان فوكس ولا هو بره الفوكس اوت اوف فوكس. بس انا مبسوطة جدا بالتجربة، مبسوطة انه انا قدرت اعمل حاجة فيلم سينمائي، وعايزة ان انا اصور افلام تانية. احنا دخلنا بالفيلم ده مهرجانات كتير، كان في ايطاليا اللي خدنا فيه مركز ثالث. فكرة ان المهرجان اصلا مهرجانات كتير في يعني انجلترا مثلا، فرنسا، مهرجانات كتير قوي، ايران حتى يعني قبلوا الفيلم بتاعنا انه يدخل. دي كانت حاجة مفرحاني جدا. هو الفيلم اسمه امل، كل الكرو اللي اشتغل على الفيلم من المكفوفين ما عدا الاخراج والمونتاج. كان الاخراج استاذ خالد فريد هو المخرج، والمونتاج جبنا يعني حد من بره عمل لنا المونتاج. الفكره كلها ان انا عايزه اوصلها للناس ان احنا زينا زيكم بالظبط. هو ربنا ما ادناش نعمه البصر، بس ادانا نعمه بتساويها حاسه السمع، اداها لنا الاحساس نفسه اللي هو انت حاسه بالمكان ف شوية كأنك شايفاه، أو أنت سامعة صوت الشخص فبرضو كأنك شايفاه. فإحنا ربنا مخلينا كلنا زي بعض. ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا ما خلاش حد أقل من حد. مبسوطة جدا إن أنا معايا كاميرا أقدر أصور أي حاجة بيها في أي وقت. انا صوت الكاميرا بالنسبه لي صوت التريجر، لما ما بمسكش الكاميرا كتير بيوحشني، لان صوت الكاميرا نفسه بيخرج من جوايا طاقه سلبيه. الكاميرا بالنسبه لي في كلمه واحده هي صاحبتي. يعني انا لما يكون عندك صاحب كده هو القريب منك قوي يقدر يخرج من جواك طاقه سلبيه، صوت الكاميرا نفسه او الكاميرا نفسها هي صاحبتي اللي تقدر تساعدني اخرج من المود الوحش للمود الحلو.